الجانب الثاني وهو متعلق النهارده باستعدادات الاهلي. امبارح كان في تدريب وفي اخبار مبشره من هذا التدريب، يمكن كان معانا امبارح زميلنا كريم احمد وانفرد مع حضراتكم باخبار مهمه جدا، جاهزيه ياسر ابراهيم، تدريب ياسر ابراهيم بالامس، انطوني موديست كان في كلام ايجابي قبل المران وبالفعل مع المران نزل وشارك، منعم الحمد لله كريم طمنا انه هيكون موجود في القائمه. كل التفاصيل بقى والجديد النهارده في المران اللي هينطلق الساعه 6، نروح مباشره الى مقر النادي الاهلي في الجزيره مع الزميل العزيز كريم احمد. كريم مساء الفل. مساء الخير عليك وكل التحيه ليك للزميل العزيز محمد سعيد وكل التحيه لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. تدريب قدامك اعتقد هيبدا دلوقتي، يعني كان المفروض يبدا 6 بس كويس ان هو بدا بدري، ده من حسن حظنا ان احنا يكون معانا النهارده المران على الهواء مباشره. طب اخر الاخبار عندك بقى والتفاصيل، وتطمني اكتر على انطوني موديست ان امبارح نزل وشارك في المران الجماعي. طبعا يمكن زي ما قلنا محمد في البدايه، الجهاز الطبي للنادي الاهلي بيقوم بدور كبير جدا جدا لتجهيز كل اللعيبه، لان زي ما قلنا مرحله مهمه جدا، عندنا تلاحم كبير جدا الفتره القادمه من المباريات وبالبطولات. يعني الشيء الايجابي والمبشر جدا الحقيقه ان احنا يعني موديس زي ما قلنا في فتره زمنيه الراجل خلاص يمكن نزل امبارح في التدريبات، النهارده ايضا كمان متواجد في التدريبات. هي طبعا الامر الخاص احنا بنقول يعني عايزين اللاعب يكون سليم 100%، اما يكون متواجد في القائمه او في اي مباراه، لان مش عايزين نفقد حد محمد في بطوله كاس العالم. مباراه شباب الاستاد مباراه صعبه، مباراه مهمه جدا، محتاجه تكاتف كبير ومحتاجه عقليه لاعبي النادي الاهلي عشان تفنش بشكل مباشر وبشكل مطمئن لكل جمهور النادي الاهلي. شيء ايجابي جدا عوده موديس، ان شاء الله يكون اضافه كالعاده. ياسر ابراهيم ان شاء الله النهارده ياخد الجرعه التدريبيه الكامله باذن الله، ويكون ايضا كمان عنصر من العناصر المميزه والرئيسيه في مباراه شباب بلوزداد. منعم يمكن في هذه اللحظات بيواصل ايضا كمان التاهيل وبيجري حول الملعب كالعاده بموضوع له برنامج التاهيلي، لكن مباشر الحقيقه بنشوف الجري يا محمد، يعني بتدينا برده انطباع وبتدينا اشاره ومؤشر كبير جدا مدى الحاله ومدى الاستيعاب ومدى الحاله الطبيه اللي فيها منعم. ان شاء الله باذن الله كل لعيبه النادي الاهلي تكون على قمه الاستعداد سواء في مباراه شباب بلوزداد او في المرحله القادمه تماما. يمكن الضوء زي ما قلنا رجع، ندبد ايضا كمان عوده عمرو السوليه في المباراه الاخيره، اشياء بتسعد الجهاز الفني بشكل كبير ان انت بينضم لك عدد كبير من اللعيبه كنت فاقدهم الفتره الماضيه. ان شاء الله النهارده تكون جرعه تدريبيه قويه. امبارح محمد كان تدريب خططي وتكتيك بشكل كبير جدا، يعني زي ما قلنا يمكن ياسين المكاري والجزء التحليل الفني امر مهم جدا بيعرض طبعا على مستر كولر، الراجل بيتكلم نظري في المحاضرات. النهارده كانت في محاضره كالعاده قبل بدايه المران، ثم بعد كده بيتم التطبيق في ارض الملعب. لعيبه الحقيقه عندها جديه كبيره جدا، لعيبه مركزه بشكل كبير جدا، عارفه ان اهميه المباراه قبل كاس العالم هتدي رساله للجميع سواء للعيبه النادي الاهلي ومدى الجاهزيه وايضا كمان للقادم. عشان كده بنقول يعني ربنا حافظ على لعيبه النادي الاهلي من خلال التدريبات ومن خلال الحقيقه مباراه شباب بلوزداد، لان متوقع محمد النديه والقوه والالتحامات والاشتراكات المعروفه والمعتاده في بطوله افريقيا وتحديدا في المباراه طبعا الخاصه شمال افريقيا بالكامل. لكن الشيء المطمئن جدا ان عدد من الاصابات بيرجع لنا، وزي ما انت قلت محمد هيستعين مستر كولر بعدد من اللاعبين في القائمه في بطوله كاس العالم، لان ممكن يكون في مستجدات كثيره جدا من الاصابات، وده امر مهم جدا. النادي الاهلي بيشتغل بشكل دقيق جدا بشكل احترافي جدا الحقيقه في ملف كاس العالم. الخبرات اللي متواجده ومشاركاتنا الكبيره جدا والمعتاده خلال الفتره الماضيه مديه مؤشر كبير ان شاء الله باذن الله كل الترتيبات تكون على قدم وساق، وتحديدا كمان التحضيرات الفنيه يكون امر مهم جدا لمستر كولر. امر مهم جدا كمان يا كريم، وانت بتتكلم معايا على رحله السفر الى السعوديه، ولكن بعد عوده الفريق من تنزانيا، وقدام يمكن على الشاشه لقطات حصريه وخاصه لبعثة الفريق على متن الطائره اللي كانت عائده للقاهره في بدايه هذا الاسبوع. يعني اعتقد الجانب البدني والعامل البدني مهم جدا، يعني الفريق رجع من تنزانيا كانت فيه راحه، اليوم الثاني كان فيه تدريب استشفائي. يعني عايزك تطمنا على الحاله البدنيه كمان للعيبه، يعني قدامنا امام عاشور، عدد من اللاعبين، رحله الطياره الخاصه كمان يا كريم، وانت اكيد كنت مع الفريق في الرحلات في الفترة السابقة، الطيارة الخاصة مش عشان بس الأهلي يستغرق وقت قليل في السفر، لا عشان الراحة، بدل ما اللاعب يكون قاعد على كرسي لو في رحلة عادية، لا يبقى يقدر يفرد رجليه، يقدر يبقى قاعد براحته زي ما انتم شايفين قدامنا على الشاشة بالتأكيد في عودة الفريق من تنزانيا. امر مهم جدا يا محمد طبعا، وزي ما بنقول مجلس اداره النادي الاهلي وتوفير طياره خاصه الحقيقه لفريق النادي الاهلي، الامر ما يعني مش بيكونش بس من الوقت او المسافه، لا يمكن انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا. يعني زي ما بنقول اللي بيسوق عربيه لفتره ساعه وساعتين ممكن يجي له شد من لعيبه النادي الاهلي، تخيل بقى الرحله بتستغرق 8 و9 ساعات، ولو ما فيش طياره خاصه ممكن تنزل ترانزيت مره واثنين وثلاثه، فبتكون في صعوبه كبيره جدا. الجانب البدني امر مهم، والترتيبات البدنيه الحقيقه بيقوم بيها النادي الاهلي بدور كبير جدا. الجرعات التدريبيه اللي بتوزع على اللاعبين امر مهم، الفايل
الطبي الحقيقه اللي بيتعمل لعيبه النادي الاهلي كلها الحقيقه محمد حاجات احترافيه بشكل كبير. ايضا كمان اللي مساعد هذا الامر هو اتقان وتنفيذ لعيبه النادي الاهلي لكل البرامج اللي بتعد وبتترجم كمان في ارض الملعب. ده امر مهم جدا، لعيبه واضح ان هي يعني عايزه ترجع من جديد ان شاء الله باذن الله خلال هذا الموسم. حققنا الحقيقه الموسم الماضي يعني بطولات عديده جدا وكان تالقنا بشكل كبير، فيا رب ان شاء الله باذن الله يكون القدم افضل لفريق النادي الاهلي. سؤال اخير، من خلال متابعتك للتدريب امبارح وانت النهارده كمان في التتش اهو على الهواء مباشره، مودستي ممكن يلحق ماتش بلوزداد ولا هو بيتمرن تدريب جماعي بس هيفضلوا يجهزوه عشان كاس العالم اكتر؟ يمكن زي ما بقول لك يا محمد، يمكن مودست بنسبه كبيره وبشكل كبير جدا يعني ممكن يكون في القائمه، لكن يعني الدفع من عدمه زي ما بقول لك الضمه بتحتاج تأني بشكل كبير. الراجل ممكن يكون متواجد في القائمه لكن مش هيكون في مخاطره او ريسك كبير ان هو يبدا المباراه. على الجانب الاخر اتكلمنا على ياسر، لا ياسر مطمئنه، جاهزيته مطمئنه جدا، فهيكون ان شاء الله باذن الله مشارك في المباراه، لان من الواضح منعم طبعا بيأهل حتى هذه اللحظه، لسه عندنا تدريبين، لكن زي ما بقول لك في تأني كبير وفي حرص كبير جدا من الجهاز الطبي والجهاز الفني الاهلي ان اي لعيبه يكون متواجد تحديدا في مباراه شباب بلوزداد لابد يكون جاهز بنسبه 100% عشان مش عايزين نخسر حد. بنتمنى ان شاء الله مودست النهارده وبكره كمان في التقسيمات وفي الحاجات طبعا اللي فيها الالتحامات، وبنأكد على الامر يكون شكله طيب جدا ويدينا اشاره ممكن يكون متواجد يا محمد في مباراه شباب بلوزداد، لكن اللي يهمنا طبعا الجاهزيه ويهمنا ايضا كمان بطوله كاس العالم للانديه. شكرا ليك زميلي العزيز كريم احمد مفد قناه الاهلي، وزي ما انتم شايفين على الشاشه دلوقتي يمكن ده لقطات على الهواء مباشره من ملعب التتش بالجزيرة لأداء الفريق التدريب على الملعب استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد. شايفين طبعا عمرو السلية هو الحمد لله موجود، محمد زعلوك، أنتوني مودست، محمد مجد أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد، طاهر محمد كريستا هو كمان موجود في المران الجماعي، أحمد عبد القادر، صلاح محسن، كريم ندفد، خالد عبد الفتاح، محمود عبد المنعم كهربا. يمكن ده طبعا الجانب اللي ظاهر قدامي بنسبة كبيرة. في جانب الناحية الثانية هو اللعبة بتقرب منه شوية شوية، علي معلول، في كمان يعني شايف احمد نبيل كوكا، امام عاشور. يعني الحمد لله يمكن الصوره اعتقد خير دليل، وافضل ما اتكلم على الغيابات والاصابات كريستو في المران الجماعي، صلاح محسن في المران الجماعي، احمد عبد القادر في المران الجماعي، بيرسيتاو في المران الجماعي، انتوني مودست في المران الجماعي، افشه، معلول، احمد نبيل كوكا، يعني كل اللعيبه في المران الجماعي، عمرو السليه الحمد لله في المران الجماعي، محمد هاني موجود قدامكم هو على الهواء، رامي ربيعه. يمكن الوحيد بس اللي بره التدريب الجماعي كريم فؤاد كمان هو موجود، هو محمد عبد المنعم بيأدي تدريب جري حول الملعب. يمكن طبعا حراس المرمى بنسبة كبيرة في التوقيت ده أكيد، كريم ندفد هو كمان في المران الجماعي. يمكن اللي لافت للنظر بالنسبة لي محمود متولي مش موجود في المران الجماعي لأنه لسه بيواصل البرنامج التأهيلي. محمد عبد المنعم كان بيعمل جري حوالين الملعب وده برنامج تدريبي لسه تأهيلي عشان لسه ما يقدرش يخش المران الجماعي. كمان شايفين حسين الشحات موجود في المران الجماعي، أكرم توفيق موجود في المران الجماعي. يعني بنحاول قدر الإمكان نطمن كل جماهير الأهلي في كل مكان من خلال برنامج الترند على شاشة قناة الأهلي بتواجد كل اللاعبين الحمد لله. يمكن قائمة الإصابات يعني مع الوقت الحمد لله هتقل شوية والعدد هيكون قليل شوية، يمكن كريستو في المران الجماعي، ندفد في المران الجماعي، يمكن لسه شوية محمود متولي خلال الأيام اللي جاية ان شاء الله ممكن يدخل في المران الجماعي. لكن عايز اكد لكم على فكره محمود متولي بنسبه كبيره ممكن كمان يكون موجود مع الاهلي في القائمه اللي هتسافر في كاس العالم للانديه، وارد ما يكونش موجود في ال 23 الله اعلم، بس بنسبه كبيره حتى في الخمسه الزياده ممكن تلاقوا زعلوك، ممكن تلاقوا معتز محمد، ممكن تلاقوا ندفيد، ممكن تلاقوا يعني محمود متولي، ممكن تلاقوا كريستو. ففي اضافات، اليو جانج هو كمان موجود، احمد عبد القادر زي ما قلت، صلاح محسن، زي كريم الدبيس كمان الظهير الايسر والفولت العالي، محمود كهربا. طيب ده جانب مهم جدا.